ننتقل للحديث عن كيفية أداء الصلاة. نذكر الكيفية بشكل كامل بذكر الفرائض والسنن والآداب. نبدأ بالقيام. قبل القيام هناك الشروط، شروط الصلاة: الوضوء وذكرناه سابقا، والطهارة، وستر العورة، واستقبال القبلة. هذه شروط الصلاة الأربعة. ثم ينبغي للمصلي أن يسوي رأسه أو يطرقه، إما كذا أو يطرقه، والإطراق أقرب للخشوع وأغض البصر، وليكن البصر محصورا على مصلاه الذي يصلي فيه، وذلك أن يكون يصلي ضمن محراب أو يقترب من الجدار، أو يضع ساترا يسمى سترة المصلي، يضع حاجزا أمامه، أو إذا لم يجد فليخط خطا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإن ذلك يقصر مسافة البصر ويمنع من تفرق الفكر. فالغاية والمقصد من سترة المصلي أن يكون محصور النظر في مكان صلاته. ثم يحضر النية في قلبه ويرفع يديه حذو منكبيه على مذهب الشافعي، يرفع يدين بهذا الشكل حذو المنكبين. عند أبي حنيفة وغيره يضع هذا هنا، وكلاهما صحيح. ثم يبدأ يكبر، ثم يضع اليدين فوق السرة وتحت الصدر، ويضع اليمنى على اليسرى إكراما لليمنى بأن تكون محمولة، وينشر المسبحة والوسطى على من اليمنى على ساعد اليسرى، ويقبض الإبهام والخنصر والبنصر على كوع اليسرى بهذا الشكل. دعني فقط لحظة، هذه بهذا الشكل، أقبض هكذا، وهذه منشورة، وهذا الإبهام بهذا الشكل. هذا على مذهب الإمام الشافعي، كيفية وضع اليدين فوق السرة وتحت الصدر. طبعا هناك كيفيات أخرى على بقية المذاهب، وكل يستند إلى حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقويه على غيره من الأحاديث. بعد ذلك كبر ووقف ووضع يديه. طبعا التكبير ركن والقيام ركن، وضع اليدين سنة، سواء وضعهما بهذا الشكل أو وضعهما تحت السرة حسب مذهب أبي حنيفة، أو فوق الصدر حسب مذهب بعض المحدثين، أو أسبل يديه حسب مذهب مالك والأباضية، فهذا كله صحيح. تمام. ثم يبتدئ بدعاء الاستفتاح. هناك عدة أدعية، فضل الشافعي دعاء التوجه، وفضل الحنفية سبحانك اللهم وبحمدك، ويستحب أن يجمعها كلها ما لم يكن إماما. فمن الأدعية مثلا أن يقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، ثم يقول: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا مشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، وليس أول مسلمين، لأن أول مسلمين أبونا آدم. وإن قال: أنا أول المسلمين، بمعنى أبادر لأكون مسابقا لأكون من مقدمة المسلمين، فهذا حسن، ولكن على سبيل التواضع يقول: أنا من المسلمين. ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، تعالى جدك، وجل ثناؤك، ولا إله غيرك. بعد ذلك طبعا، إلا أن يكون إماما، بعد ذلك يقرأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهي سنة.
ثم يقرأ الفاتحة، وهي ركن عند الشافعي، وهي واجبة عند ركن عند الشافعي ومالك وأحمد، وواجبة دون الركن عند الحنفية. ولكن ينبغي أن يقرأ الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويجهر بالقراءة في الصبح والمغرب والعشاء إلا أن يكون مأموما، ويجهر بالتأميم عند الشافعي ويسر به عند أبي حنيفة، والأفضل الجهر لأن به وردت السنة. ثم يقرأ سورة بقدر 3 آيات من القرآن فما فوقها، وهذه السورة هي سنة عند الشافعي وواجب عند غيره، ولكن هي من السنن، إذا تركها صلاته صحيحة. ولا يصل تكبيرة الهوي أو الانتقال بآخر السورة، بل يفصل بينهم باستراحة بمقدار تسبيحة. الآن انتهينا من القيام، ننتقل إلى الركوع. يركع ويضع راحتيه يديه على ركبتيه في الركوع، ويجعل ظهره مستويا وعنقه ورأسه مستويين مع ظهره كالصحيفة الواحدة، وأن يجافي بين مرفقيه عن جنبيه. أما المرأة فتضم يديها في الركوع، ويقول سبحان ربي العظيم 3 مرات إلى 7 مرات إلى 10 إن لم يكن إماما. طبعا التسبيحات هذه كلها سنن، والركوع فرض أو ركن. ثم يرتفع من الركوع إلى القيام ويرفع يديه يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هذا سنة، الاعتدال ركن والدعاء هذا سنة. ثم يسجد، وينبغي أن يسجد الركبتين أولا ثم اليدين ثم الوجه، ويضع على الأرض جبهته وأنفه، ويجافي بين مرفقيه، يضع اليدين على طرفي الوجه ويجافي بين كوعيه. أما المرأة فتضم يديها في السجود، ولا يفرش يديه فرشا على الأرض كما يفترش الكلب، فإنه منهي عنه. ويقول سبحان ربي الأعلى 3 فإن زاد فهو حسن إلا أن يكون إماما. ثم يجلس بعد السجود مطمئنا ويرفع رأسه ويكبر، ويجلس على رجله اليسرى وينصب قدمه اليمنى، هذا يسمى الافتراش، ويقول ربي اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني واجبرني وعافني واعف عني. وهذا سنة، يعني الجلوس ركن والدعاء سنة. التشهد، يتشهد في الركعة الثانية التشهد الأول إلى قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض أصابعه، ويرسل المسبحة ويشير بمسبحة يمناه، ويقول لا عند قوله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله عند الشافعي. ولا يزيد في التشهد الأول بعد قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد شيئا، وإنما يرتفع. أما في التشهد الأخير يكمل الدعاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام، في السلام يقول السلام عليكم ويلتفت حتى تظهر صفحة وجهه، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التسليم لوحدها ركن، قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنة، التسليمة الثانية سنة، التلفت في التسليمتين من السنن. وينوي بالسلام عن يمينه، السلام على الملائكة والمسلمين، وينوي في الثانية كذلك. وإذا كان إمام يثبت ساعة حتى يفرغ الناس من السلام ويقبل على الناس بوجهه، والأولى أن يثبت إن كان خلفه نساء لينصرفن، ثم يلتفت، ولا يقوم واحد من القوم حتى يقوم وينصرف الإمام حيث شاء
عن يمينه أو شماله، واليمين أحب في الانصراف.